موسر يقضي في بوشر، نادي بهلا يكثف محاولاته من أجل أن يقلص الفارق، كرة للأمام خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، هدف بهلاوي جميل يسجل في هذه اللحظات. كيمبا كيمبا يسجل، نعم، على الهدف الأول لمصلحة نادي بهلا 2-1. على الإثارة حاضرة، نعم، في هذه المباراة، على الإثارة حاضرة في هذه المباراة، هدف أول لمصلحة نادي بهلا. لاحظ الكرة الماضية من خالد الحمداني، ولاحظ المتابعة، يا سلام يا كيمبا، يا سلام على الجابوني كيمبا ليسجل بباكور جميل، نعم، يعيد نادي بهلا إلى أجواء المباراة، وبالتالي تصبح النتيجة 2-1. تصبح 2-1. لا، شوط جميل مشاهدينا، شوط جميل بأمان. السيب